هلا حش سليمان, a digital tools expert from L.A.L, Lebanese alternative learning. هالفيديو هنا جزء من المدرس project, ومن خلاله رح اتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح اتعرف سوا على Bitmoji Classroom. Bitmoji Classroom مؤلف من شغلتين, Bitmoji character اللي رح فرجيكم كيف فينا نخلقه من خلال application Bitmoji, والكلاسروم اللي رح كمان نخلقه يلي هو بيكون virtual classroom, بيقدر يشبه الصف اللي نحنا بنعطي فيه بالمدرسة, وفينا يكون صف تاني نحنا فينا نزينه أو نزيد عليه الأشياء اللي نحنا بدنا إياها تنخلي التلاميذ يتفاعلوا أكتر مع الدرس وينبسطوا بالنشاط. خلينا نشوف كيف. خلينا نبلش أول شيء بشغلة مهمة, إنه لازم يكون عندي Bitmoji الكاركتر موجود عندي على الكروم إكستنشن, يعني هون. هلا قبل ما اعمله داونلود اللي بدي اعمله انه بدي فوت على www.bitmoji.com واخلق كاركتر بيشبهني او اخلق شخصيتي اللي انا بدي اياها, او حتى فيني انزلها مثل ابلكيشن على التليفون واشتغل عليها. من بعد ما اخلق هيدا الشخصيه بدي فوت على جوجل ونزل كروم اكستنشن على جوجل كروم اللي انا عندي اياها. سو بحط داونلود Bitmoji كروم اكستنشن, بقبس على Bitmoji, بكبس هون add to chrome, ومن بعد ما بكون انا خلقت Bitmoji وصار عندي account على bitmoji.com او على الابليكيشن, كل اللي علي اعمله وحط الايميل الباسورد واعمل لوج ان. رح فرجيكم هلا Bitmoji اللي انا عندي اياها وكيف فينا اشتغل عليها على السريع. بكبس edit Bitmoji, بتبين عندي الشخصية اللي انا عملتها وشغل عليها من قبل. هلا بما انه شعري طولين رح غير شعراتي, رح نقي هيدا, وفينا مثل ما شايفين هون فينا غير كل شيء, يعني أدق التفاصيل بقدر أشتغل عليها, إن كان العيون ولا إن كان الحواجب ولا المنخار ولا حتى التم. فينا نقل لي الأشياء اللي أنا بتشبهني, حتى التياب بقدر غير لها. مثلا رح نعمل هلا إكزامبل مع بعض أو مثل, ورح غير التيشيرت, رح نقل هيدا, وفينا غير الصباط, وفينا غير عن جد الألوان كمان تبع صباط أو التيب أو حالة شيء أنا بنقيه. وبس خلص بعمل سيف, هيك بيكون صار عندي إياها. وبس بدي استخدمه, رح فرجيكم كيف بعد شوي, بس بكبس على Bitmoji وبستخدمه من الكروم إكستنشن. وهلأ بس اكبس على كروم إكستنشن ببين عندي أنه صارت Bitmoji موجودة هون, بكبس عليها وببين الكاركتر اللي أنا نقيته فيني زيده. هلأ منفوت على جوجل سلايدز اللي هي موجودة بقلب الجيميل تبعنا, نكبس على سلايدز, نعمل بلانك, start a presentation, رح سميها Bitmoji Classroom. أوكي, أول شي نحن ما بحاجة لهيدول سو رح شيلهم. اللي بدنا نعمل أول شي هو إنه نقل background للكلاسروم تبعنا, في يكون بيشبه الكلاسروم تبعنا تبع الصف, أو فيها نحنا نخلق شي كليا مختلف. نكبس على background, وهالمرة بنعمل choose image من Google image search لأن نحنا ما عنا إياهم, إلا إذا أنا مسيفتهم already وعملتهم screen shot من الإنترنت بقدر أعمل upload ونزلهم. بس نحنا رح نشوف مع بعض Google image search. بنكبس عليه, رح حط floor and wall background, وهيك ببين عندي الأشياء اللي فيني استخدمها. رح نقي مثلا هيدا, بكبس insert done, وهيك بيصير عندي الباكراوند جاهز. لنقول أنا هلأ بدي زيد whiteboard, فيني زيد whiteboard من الانترنت أو فيني حتى زيده من shapes. بكبس على shapes, بنقي shape اللي أنا بدي إياه, وفيني غير له حجمه تيبين أكتر إنه whiteboard بدي أعمله يكون thick. هلأ بقدر سمي كل whiteboard بس تيبين أكتر إنه هو whiteboard, وبقدر حتى صغر السايز او كبره مثل ما انا بدي. هلا اذا انا بدي احط طاوله وكرسي للاستاذ او الاستاذه لالي, بقدر اعمل انسرت, بقبس على ايمج. في عندي خيارين, يا اما بكون انا عامله سيف للصور اللي انا بدي اياهم وحطيتهم عندي على الكمبيوتر فبعمل ابلود, او بقدر استعمل سيرش دواب اللي هي كتير سهله وبتوفر وقت. بقبس على سيرش دواب, مثل ما شايفين عملت اليمين في ببين كانه انا عم بعمل سيرش من جوجل. رح اكتب ديسك فور تيتشرز. بدي انتبه انه انا بس اكتب هيك بكون عم نقي صوره بتبين الباك جراوند بيضه, يعني اذا انا بنقي هيدي الصوره وبحط انسرت رح تبين كانه صوره ووراها في باك جراوند ابيض. تامنع هيدا الشيء يصير بفوت برجع على انسرت ايمج سيرش ذا ويب, بتاكد انه اكتب وراها كلمه transparent, ورح اكتب هون teacher's desk,
يمكن يطلع لنا أشياء أكتر. بيطلع عندك الهولية بيكونوا صور حقيقيات أو كرتون نحن مننقي. رح نقي هيدا الطاولة، بكبس على insert وهيك بتطلع بلا لون، فبقدر حطها محل ما بدي، حطها هون مثلا. هلأ إذا أنا بدي حط كمان كرسي، بكبس على insert image search the web، نكبس هلأ teachers chair، وبتأكد أنه كلمة transparent موجودة، فينا نقي الشير اللي أنا بديها. رح نقي هيدا، بكبس insert. هلأ أنا هيدي الكرسي بدي حطها ورا الطاولة، شوفوا شو فينا أعمل. بكبس على right click، بكبس rotate وبنقت flip it horizontally، فبتصير من هيدي الميلة، وبرجع لورا تحطها ورا الطاولة وبزغرها شوي. هلأ ده حتى أقدر حطها ورا الطاولة كمان بكبس right click order وببعتها، بكبس send backward، يعني كأنه عم ببعتها ورا الطاولة وبحطها هيك. هيك بيكون صار عندي الطاولة والكرسي جاهزة. هلأ إذا أنا بدي زيد البيتموجي اللي لقلي، بكبس على الكروم extension بيتموجي وبنقي مثلا هون كأني أنا setting copy image paste، وبتصير عند البيتموجي وبحط. يا بقدر مثلا كون قاعدة على الطاولة، أو حتى إذا بدي كون قاعدة على الكرسي بقدر كبرها شوي. كمان بكبس right click وبعمل order send backward، وهيك ببين كأنه أنا قاعدة على الكرسي. شفتوا شو حلوة؟ اوكي سو هلأ إذا أنا كمان بدي عبي الصف وحط posters مثلا alphabet posters أو number chart أو حيلا شي، رح فرجيكم سريعا كيف نعمل هالأشياء. بقدر كمان يحط insert image search web، وكمان بكبس transparent. دايما كلمة transparent بدها تضل معي. alphabet posters، رح زيد كلمة for kids، ببين عندي. هلأ ما كتير مبين عنا options، فمشان هيك إذا ما حبيت شو مبين عندي بقدر جيبها من جوجل، ففوت على جوجل. ببين عندي هون الألفابت بوسترز اللي بدي اياهم، بتأكد أنه فوت على تولز ونقي الكولر يكون ترانسبيرنت، مش حيلا شي تاني تقدر عن جد حتى عندي بالصف. رح نقي مثلا هيدي، بعمل رايت كليك كوبي وبروح على البيتموجي كلاس روم وبعمل له بيست، وهيك بيكون صار عندي بوستر. هلا حتى كمان اذا انا بدي احط فيديوز او لينكس يقدروا التلاميذ يتفاعلوا معي بنفس الوقت، بقدر اعمل شير لجوجل سلايدز، ورح فرجيكم كيف فينا نحط هيدا اللينك. تنقول انا هون محضره مالتيبليكيشن سونج وبدي اعملها شير مع التلاميذ، بعمل كوبي لللينك، فوت على بيتموجي كلاس روم، انسرت، يا بحط فيديو وبعمل سيرش بيطلع عندي، بكبس سيلكت، هيك بيصير الفيديو موجود. فينا احطه على السمارت بورد، كل اللي عليهم التلاميذ يعملوا انه يفوتوا يكبسوا على اللينك وبيفوتوا على هيدا الفيديو وبيحضروه. او فيني كمان احطه كلينك، فبكبس insert link، بعمل paste apply، وهيك مثلا لما بيكبسوا علي او حتى فيني احطه على السمارت بورد. هلا انا حطيته هون، بس اذا بحطه على السمارت بورد ببين كانه اللينك وبيقدروا يفوتوا عليه. سو بقدر أعمل كتير أشياء على جوجل سلايدز. هولي هلأ عم فرجيكم هن البيسكس أو أهم شيء لازم تعرفون، ورح فرجيكم هلأ كيف فينا نخلق البيتموجي لايبراري على بيتموجي كلاس روم. اللي رح أعمله أنه رح شيل اللينك ورح شيل الوايت بورد كمان، ورح نفتش سوا على لايبراري موجودة على الويب. سو بعمل insert image search the web وبفتش على library template. هلأ رح جرب حط empty library لتكون فاضي وقدر حطها، ورح زيد كلمة transparent، رح نقي هيدي رح حطها هون، ورح عبي بقلبها كتب. أول شي رح شيل اللينك ورح شيل الطاولة والكرسي، ورح نغير setting تبع الصف. رح نقي كمان بقبس على insert، رح نقي بركي cushion نقعد عليها. هلأ ما في كتير عندي options هون، سو فيني جيبها من جوجل، بس رح نقي anything that suits، يعني حيلا شي هلأ فينا نمشي معه، يلي هي مثلا هيدا البين باغ. ورح حط البيتموجي كمان right click order bring to front تقدر اقعد على الكوشن. هلأ رح فوت اعمل كمان search لtransparent lights، رح حط أضوية بس هيك تنزين شوي اللايبري، ورح أعمل transparent books كمان وفتش على كتب وحطهم بقلب اللايبري. هلأ فيني أنا فتش على كتاب بكتابه، أو حتى ما نضيع كتير من الوقت فينا نحط كتير كتب ونرجع نزيد الكتاب اللي نحنا بدنيه. هلأ لنقول أنا حطيت كل هالكتب وبدي هون يقروا قصة على epic for example، لنقول animal rescue friends. اللي بعمله أنه بعمل copy لللينك وبروح على بيتموجي كلاس روم، بعمل insert
لينك وبعمل بيست لللينك هون. ساعتها لما بيكبسوا على هول الكتب بيقدروا يفوتوا على أبيك ويقروا القصة. أو فينا حط قصة واحدة وهي تكون الانيمال ريسكيو وحطها على أعملها سكرين شوت بقلب اللايبر، رح فرجيكم كيف. هلأ مثلا إذا ما بدي حط كتير بوكس، بدي حط كتاب واحد، بعمل insert. أنا already أخذ سكرين شوت لكتاب عندي، بعمل image upload from computer، يعني عم بخدم من الكمبيوتر. رح نقي مثلا The Very Hungry Caterpillar، رح حطها عندي بقلب اللايبري وكأنه هي قصة، رح نصغرها هيك. كون صغرتها بطريقة تقدر تساع عندي باللايبري. هلأ اللي بعمله أنه أنا عندي اللينك هون على يوتيوب، بعمل copy link، بروح على Bitmoji Classroom، بحط بكبس على القصة، بحط insert link، بحط اللينك apply. سو لما بيفوتوا على اللايبرري بيكبسوا على الكتاب بيطلع لهم The Very Hungry Caterpillar، فين يقروها على يوتيوب. هلا الحلو ببيتموجي انه بقدر اخذ تمبلتس اوريدي معمولين وموجودين على جوجل او على حيلا ويب سايت، يعني حتى على فيسبوك في جروبس بقدر فوت فيهم واخذ فري تمبلتس لبيتموجي كلاس روم. يعني كل اللي علي اعمله انه بس غير الكاركتر تتصير بتشبهني، ولكن الستينج كله بقدر استخدمه. حتى اذا فوت على جوجل بيطلع لي قصص كمان فيني استخدمها فور فري. رح فرجيكم مثلا لقيت شيء مثلا على teachers pay teachers already صف موجود، انا بس بعمل add to google drive for free، بكبس على view in google drive وهيك بيكون صار مبين عندي template موجود انا بقدر استخدمه. رح فرجيكم هلا كيف كل هولي الصفوف هن already معمولين، انا صار عندي اياهم كوبي او نسخه على جوجل سلايدز، فيني استخدمهم. كل اللي علي اعمله هو زيد لينكس، حط البيتموجي كاركتر اللي بتشبهني وبقدر استخدمهم وفور فري، يعني ما بضطر اني ادفع شيء. حتى مثلا هيدا ويب سايت تاني كمان بقدر اخذ من عنده بيتموجي كلاس رومز موجودين اوريدي واستخدمهم حسب الثيم او حسب الشيء اللي انا عم بعطيه بالصف او شو عم ندرس بالصف. هلا اخر شيء رح فرجيكم اياه هو كيف فينا استخدم بيتموجي كلاس روم على جوجل كلاس روم، لانه بعرف انه في كتير اساتذه بيستخدموا جوجل كلاس روم وبما انه اوريدي عم تستخدموا جوجل سلايدز. سو رح نفوت على جوجل كلاس روم. طبعا للي ما بيعرف لازم نعمل create a class او نخلق صف على جوجل كلاس روم، بنسمي اسم الصف وبنحط السكشن الماده اللي بنعلمها وبنعمل create. لما بكبس على create في عندي اكيد assignment, material, post، حيالله شيء نحنا بدنا نحطه. لنقول نحنا بدنا نعمل material، بدي اخلق هيدا library هون، so حاعمل reading response. وكل اللي علي اعمله هو بس بعمل attach للينك البيتموجي يلي انا عندي اياه already هون، بكبس على share وبغير ال restrictions، بعمل انه حيالله حدا مع اللينك فيه يشوفه، بعمل copy link وبرجع بروح على جوجل كلاس روم وبحط اللينك هون، add link وبعمل post. وهيك لما بيفوتوا على reading response بيصير عندهم library موجودة هون وبيقدروا يفوتوا عليها. حتى إذا رجعت عملت create assignment كمان دايما في محل لللينك، حيالله assignment بعمله على بيتموجي كلاس روم بقدر حط اللينك ويصير عندهم موجود. وهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. stay tuned حتى نتعرف على غير online tools بالفيديوز اللي جايين.